احنا هلا حاليا في قلعة قايتباي. ايوه هذا مقدم البرنامج الاول. هذه ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه وهي علا، هاي نورة قاعدة على المدفع. لقد تشرفت بحضوركم اليوم. وهي لقد تلسعنا بالفحم الى قلعة قايتباي. وهي هي القلعة اللي بنحكي عليها هذه. طبعا هذه القلعة تقع في المنطقة اللي هي كانت من قبل منارة الإسكندرية، الفاروس الإسكندرية اللي هي تعتبر من عجائب الدنيا السبع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.